من المكان الذي اشتعلت فيه خلال ال مباشرة من غابات لحصن، حريق ضخم. تعزيزات عسكرية ومدنية في هذه المنطقة لأجل المساهمة في إخماد هذه الحرائق المشتعلة للمرة الثانية على التوالي. حريق مهول كما نتابع وإياكم متتبعين على صفحة لطخ وصنصوصون مباشرة من منطقة عين
الطريق لحد الآن ما تزال حركة المرور متواصلة هنا في منطقة عين حسن، والأكيد أن الحركة ربما كما قلت حسب مصادر خاصة ستتوقف